75 كيلوغرام الوزن المتوسط يأتينا من طاجكستان في الركن الأحمر اللاعب عبد الملك بولطيف. وفي الزاوية الزرقاء يأتينا من دخول بثقة أولى 20 في والتشيك على معدات منتصف الحلقة وتأدية بعض التعليمات لمجريات السلامة في انتظار بداية الجولة الأولى وقرع الجرس. عبد الملك بولطيف من طاجكستان واللاعب فهد وليد من قطر تعتبر من اللعبات التالية المشوقة وبداية الجولة الأولى. بداية موفقة من فهد لتقديم بعض اللكمات المؤثرة. الحكم يطلب الرأس عالية من الركن الأزرق. بولطيف من طاجكستان يدرس الوضع. لكمة نحو الجذع وعد من الحكم. عد إلزامي لثمان عدات. هل يستكمل فهد؟ لنرى. اللاعب بولطيف يهاجم مرة أخرى. لكمة شرسة يسرى وتطلب الحكم بإنهاء اللقاء لعدم التكافؤ. عن طريق دبي الحاضر من هذه الهجمات الغير مرتدة. Gentlemen, the winner by abandon in the red corner representing Tajikistan. يفوز ملاكم الركن الأحمر باللقاء أحمر الركن الأحمر اللاعب الكازخي مانكول. وهذه الإعادة من المخرج. هذه اللكمة المؤثرة نحو الذقن الصاعدة. لكمة يمنى صاعدة نحو الذقن. هذه اللكمة أبركت لكمة صاعدة لم يتعنى كثيرا في الفوز ولكن معايير السلامة فوق كل شيء. سلامة اللاعبين فوق كل شيء. يمكنك يا فهد العودة بشكل أفضل في القادمة وقد أخذت الخبرة اللازمة.